النادي الأهلي. أنت يعني ظهرك حديد. نادي الزمالك في الحاجة دي برضو، ولكن يعني مش بنفس الـ القوة دي. إعلانات مثلا بتلاقي لعبة النادي الأهلي بتعمل إعلانات أكتر. في الحاجات التحكيمية لا، بتحس إن الأهلي سبورتت أكتر. أي حد بيجي النادي الأهلي هو بيبص لمصلحة النادي الأهلي، ملوش حاجة عاطفية أو الكلام ده كله. الزمالك عندهم شوية حتة العاطفة، يعني بيجي يقول لك الإدارة في الزمالك لا غير الإدارة في الأهلي، عشان هم هناك في الأهلي ماشيين بسيستم اللي هو لو مين هو النادي الأهلي. هناك الزمالك لا، ممكن يجوا شوية على الطابع الشخصي أو الإنساني شوية، فساعات بتعدي منه بقى تحصل مشاكل، مثلا بيعاملوا شيكابالا بطريقة مش عارف إيه، بيعاملوا مش عارف مين بطريقة إيه، بيعاملوا بطريقة إيه. مع طبعا النادي الأهلي برضو فترات كبيرة جدا ما كانش عنده مشاكل مادية، فبتيجي نادي الزمالك عنده مشاكل. هي خلي بالك يعني هي بتبقى منظومة على بعضها. أنت لو أنت عندك مشكلة مادية بتبدأ تخش مشكلة مع مين؟ مع اللعيبة. اللعيبة تبدأ ما تديش في الملعب بطريقة كويسة، فيبدأ الليلة كلها هتروح على مين؟ على الإدارة أوريدي. فلكن الأهلي مثلا ما عندوش مشاكل مادية. وبرضو في فرق كبير في حتة الميديا. الأهلي ممكن يحصل فيه مشاكل الدنيا والآخر بس ما تطلعش بره، الزمالك تطلع بعد التمرين ما يخلص على طول. فدي برضو بيحموا النادي الأهلي من أي مشاكل أو إيه، عارف ممكن تصدر لنفسك مشكلة صغيرة تكبر وتتفاقم ويطلع منها مشاكل كتير جدا. لكن الزمالك لو في مشكلة لا، ممكن تطلع. الزمالك الفترة بتاعتنا احنا جيل بقى بتاع كابتن حازم وطارق السعيد، طارق السيد، عبد الواحد، بشير، الناس دي، الأباني، كان جيل عمالقة، بس كانت الدنيا ما فيهاش استقرار زي دلوقتي. انا مر عليا 4 رؤساء انديه وكلهم ناس طبعا محترمه، بس كان دايما بقى في ازمه فلوس، في ايه، في مشاكل. فعشان كده كان الزمالك ما بياخدش بطولات كتير، كان كل يوم والتاني بقى تلاقي اجتماعات هنا واجتماعات ونطلع نقابل رئيس النادي ومشاكل بقى، فاهم، كل واحد ليه فلوسه كده. دلوقتي في استقرار في نادي الزمالك، استقرار كبير، وهو ده اللي مؤدي للمستوى دلوقتي. ما شفناش لعيب مثلا زي الاول بيطلع عايز مستحقات، عايز فلوس، عايز لا، انا شايف اللي فيه استقرار في نادي الزمالك. اعتقد الاستقرار ده لو كان موجود زمان مع الجيل العظيم اللي كان موجود كان الموضوع يختلف تماما. النادي الاهلي طول عمره فيه استقرار، فيه سيستم. عمرنا ما شفنا لعيب زي الناحيه الثانيه بقى يطلع يقول لك انا هشتكي النادي، ما شفناش. انا على المستوى الشخصي على سبيل المثال لما مشيت من النادي الاهلي كان ليا مستحقات، انا وشوقي واحمد السيد، الناس كنا كل فتره بنروح بيتصلوا بينا ونروح ناخد مستحقاتنا مره في مره في مره على دفعات لغايه ما خلصت. لا عمرنا شفنا لعيب راح النادي الاهلي يشتكيه ولا حاجه في اتحاد الكوره. لا، ليك حق، ليك جنيه هتاخده. هو ده النادي الاهلي، دايما في حب وفي احترام، كل واحد عارف ليه ايه وعليه ايه. فده اللي منجح المنظومه.